طفل الان عمره 7 سنوات الى حد هذا اليوم هاي شغلتي. تقدر تقول لنا شلون عمليه تصنيع السوس؟ حبيبي مرحبا عليك. هو السوس نبات طبيعي. السوس نبات طبيعي، ما حد يزرعه ولا حد يشي. العراق كله بي، يعني اكثر مناطق هسه كل المحاور كلها بي، بس اشهر منطقه بيها احنا نشتغلها السوس ما السلاميه او ما الحمام. احسن نوعيه، ليش؟ يمتاز بالحلى واللون. الدق بالشكوش احنا الدقه. بعد ما ندق بالشكوش نجيبه نخليها بالطشط. نعم. بالطشط ونخلي عليها مي، ونخليه يتركه فرد نص ساعه ساعه ما ادري شنو يتخمر. زين. بعد كم ساعه يظل هذا بالدعك؟ حبيبي هذا احنا فرد ساعه نخليه شيء، يعني بعد ما ندعكه كملت عمليه الدعك نخليه على الهواء فرد ساعه. نرجع نجيب شو نسوي؟ نجيب هذا الاحواض الحوض. بعدين؟ بعد ما نحطه بالحوض نخليه ثلج ونخليه فوق وندايره. اي. بعدين نقوم نسحب منه ونخليه. نخليه بالدست، نخلي عليه ماي لان هذا مركز، القوه ماله 100%، شلون الشاي سخين؟ ما ينشرب. فهذا نخلطه ماي، يعني نسويه فوق الوسط وسط ينشرب. زين. شنو فوائد السوس؟ نعم فوائده؟ ايه. نعم السوس به فوائد عده، كثير فوائد السوس، قرحه، قالون، رمل، حصق، كل شيء يفيد. ما عدا بس اللي عنده ضغط لا يلح به، لان هذا عده مرات الدكتور يبعث جماعه علي، عند مواطي يذكر السوس على مدى صعده. فهو شنو السوس؟ مضر بس اللي عنده ضغط لا يلحمين، لشنو؟ يصعد الضغط. اجي الساعة 9 الصبح إلى الساعة 5 أدق. أدق الخشب. أدق خشب بس، أدق سوس. السوس. هو يجي يابس ما؟ لا هو مرات يابس، أسد هذا ندي. أخضر. أخضر. نكمله هذه يصعد ويا صبع السطح. يفرشوه يضربه هواء شمس. يبس. إي بس. وراها بيوم يومين نشتغله. إيه. يعني هذا نتيجة العمل هسه هذا؟ هذا كامل هسه هذا؟ ايه كامل 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 هسه هذا. زين بعد ما تخليه بالقونية وين يروح؟ نجيبه هنا. ايه. اعطيه لعمو علي على الاسطى. ايه على الاسطى، هو ابو الانا يشتغلوا يسوي سوس كامل. اسعار شلون؟ والله نحن عندنا الحمد لله نحن عندنا على 500 وعندنا بلف وعندنا بطل مركز كامل ب 2000.